اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاث مرات. دعوات امك هي اللي تخليك تفرح، دعوات الام والاب تخلي الابن فالح. ما شفت واحد ام وابوه غضبانين عليه الا الفشل بيحوطه من كل جهه. الام غاليه جدا جدا جدا. الرسول سئل من احق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. هل الرسول قال ثلاث مرات الام؟ تاكيد بياكد؟ ما اعتقدش. قال ثلاث مرات الام لان الام بتعمل ثلاث حاجات الاب ما يقدرش يعملهم. لكن ما بعد الثلاث حاجات دول يستوي الام والاب. بتحمل، الاب ما بيحملش. بتولد، الاب ما بيولدش. بترضع، الاب ما يرضعش. ادي الثلاثه. بعد كده يستوي. خلي بالك يا ابني لو امك غضبت عليك انتهيت. انتهيت. الام او الاب.